طريق الوحيد طريقة كليا ما أنت أمضوا أيكبت بأديسه وطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى الدين لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أمدا آخر كيكو ما يصلح حيثه إلا أول كيكو حكوها قاقي موياني أول كي أمدا حكوها قاقي يقين يزهد ما يمد كوها قاقتي آخر كي أمدا حيكو فسادين البخل وطول الأمل بخل نقفكو بقاله يسي عقل يسي علم يسي وقت يسي وكلبق إلى آخر يسي الدين تيسي يينو كنو على طول الأمل هيد ديلا ديري وانولان دونا وان جري دونا وان غاري دونا وان ديسي دونا وروحا سي الشغل هذا ما هنا وحاكا اغا هرئيسا وان دمان دونا بريتو لعاوة عاوة قبل كو يدعي مايو يعني وانا ترادا طريقة داس رجوع إلى الدين بالله ربا أمد اللي قصوا علي مانتا طريقة الوحيدة طريقة دا كليا أمد أي دين تكسو نغن كرتا أي دد أي أمد دين تكوكب سنكرتا ومعي وطريقة الدعوة والعلم لبدا او ودا سودا او كلا سودا ماها لبدا سو ودا سودا امده كوبد بادين كرنا مانتا ان المسلمين داتك مسلمين تي واوينا اي جوغنا ان دعوته كو سو قبنو دعوته وا مخي امده وحن اوغ يرهنا شرك كان اوغ يرهنا ايمان كان اوغ يرهنا غفله كان اوغ يرهنا ذكر كان اوغ يرهنا جهل كان اوغ يرهنا علم كان اوغ يرهنا ظلمك نغيرنا إحسانك عدالتك نغيرنا السمعة والرياضة نغيرنا إخلاصك نغيرنا ذلك الدوية أي أمد أي كل حد عضي إدراري هابين الدوية لغا فكرة أي كسو دح قبنا ذلك الدين تنمد نغيرنا سوق نغيرنا مساجد نغيرنا الدوية نغيرنا آخرة نغيرنا جهلدو عمد يسياسيين تي قبياليس عصبيين تي كوحنيين ايا نوغا ييرينا عمد وحالنا كالي علمات كوحنما علمات كدب الليبان انساني هذا هو طريقة الدعوة ان الدين تفضو دعوة او سببا ان الدين تباقي نغطا علمك او سببا هدان دوني انو الزمن كان مانتا انجوغنو إن دادك مسلمين تنا مساجد أصول نقدام قال هذا أنت إلى هاي هداية دوغو تلقى لي أي صوحة نونتو إسلام نمدون أي قوة ديالة لتهدان دونينو وين دعوة كشغينا وين إله درتي مالكينا نفتينا وقتينا أكو بحنا دعوة دعوة وامحي هذا صومر دعوة هذا ما ها دعوتني دان ووعدي وين ووعدي وتدريس وتعليم وتذكير دعوة وحويان ومقاحيه إيمك الجولة دا سوسة منين مقاحيه بايا مقاحيه مقعوقي شاه معان لأن يريد أني وأنوار بوحين بقاركو داخرو إني آخر جرتبه كما ورحيان با دعوة تاس عليه دعوة واتاس مسكيت قادات كتاب كمرين سوا تعليم مسكيت قادات محاضرة كجدين سوا تعليم مسكيت قبير ذاك جدين سوا تعليم دعوة دوا محي والجولات إن لك في النهار صبحا طويلة دبال دير باكو أحد النبي قال لقوله مالنتي دبال دير آيات دوا مكي أوائل الآيات التي أنزلت على المصطفى في حياة مكية في سورة المزمل ويان ما قال هذا مكة بد ملأ بده النبي قد أحد بلان يوابدي ومجتمع نيك اللقين يا بري قال لقين يا هي نيك بد قد أحجري دبالنا يا اسكو صعد معها نيجي برجع اللقينة يا حدود دالو عدعدو أي قبته جد هاد معام بو يعنى وكون نسن عدعدو مركك جبتنا وسكع عربي سوسدا ما وصير صير بلنك أو صعدا كبت كجرة دب على نيا دباش مركلي وجوجي كروا مركه وامركه وامركه وامركو بدك بحو حدود يسوق بدو وين تكجرة ودباش جوجي محدعى إن لك في النهار صبحا صدح يلا با تسنا نبي قال لغو يري ددال وحا نبي قال لسيو لا امريت لغا عبري دبال حسيحن حنسن همرغو حفرحن حقسلن صحابه ديسا كل كل جوغا ويا دول عاديني بس ويا دول عاديني وقتي بنو دونا جزاك الله خير وحا لغا عبري نبي صلى الله عليه وسلم ددال كيسي دبال
دباشي قرمو كبحي مال انتي سنكراتكو قبتي افادو ما اي تري واكر با ابتاح واكر با ابتاح وحويري ليس على ابيك كرب بعد اليوم يا فاطمه اباها ما انت كربا يدباته او دنبيسه بودي خلاص بدي وان كسوبخاي ويان امك خلاص الى الرفيق الاعلى الى جنه الفردوس ما انت ايو دنبيسه بودي دباته دنب خلاص خلاص إن هدان دونين دعوة ولا ليال دتك إن كود دلنا ويان هدان دونين أجيال دتك صو صعدة ما تعلم ذو أفر كتريس دكتور ردي علماء ذم تكبدا إنجنيير ردي علماء ذنا سياسيين ذي علماء ذنا سو مال دوار تيلا كير باس سياسي إسكت دواح كله ما دام علماء ذو أي مجتمع كويرتهي وعادوا قاتها أصبا نصعنا انت علماء الربانيين تا الهي كحرن امد الهي حقي سأجادين اسعين نقو يرتهي شريعات انو هيسا انت ايريين اتردو دو لقبت تربدا يعي خوص بانو سعناي اوغاد وانين دراسينا امد وحي كن نغو تا امد نمو وهاد علمي دين تا هيسا تويا لابد اسا مركا الله باحاني هاي دعوة يا تعليم ان دعوة دانا لغا شغيو او الهي درتي الله بحو هادان الهي درتي افرتنو بحنو يا هادان لما بلوات بحضو يا هذا فرتم بحضو ما عاد كسر شقيني سامته قانا نفط هذا إصلاحيني سا السودان لا بكون يسقال كي مقالة اللي هذا السليم واحد كود حياة مصر يس السودان أيان جوجي جماعة للسعودي نن عالمة إلى أي مكان نك عالم كون حسوس تامك عيسى شيخ صابر علي بلو نجري علامة خطيبة أو إلى هاي وسي قوة البلاغة والكلام والفصاحة أيام قريقة سكبوك ده مسكيت كوحوق هذا تقريبا لا طبعا كنا قف مركز جماعة دي مسكيت كان نقول تري يا جماعة الجبوتي ده جيسته مساجد كان لبس ساعة الصبح وبحسم دونا بلاس والله كلوي حد إمكا سيديار جروبا مساجد كم ألاقتي نمال دكتا بلاس سيخ بصدا سدي هل نيك خطيب كهل كان وحلو جي ماذا بقول كيلومتر بخط بدي سلو جي ماذا هاي نوجي هنزيارني دائما جماعة هذا ترتيب توه حكم هذا ما نزلوا في منزل هذين مقال أما مسكيت كده قال لابد وين الشيخ عالم كزيارتان قريقي سوى نقول تجني مركز جماعة كوجو وقتها اللي روا صقل أبو نجد وان قال لي خطبة بورقدر كود يار سنعي وخطيب ولي بورقدر وكو قرتان معين و يعني يخطب بدون الورقة مركز نقول من أين مركز نقول من جيبوتي ويا جيبوتي ها طريقات صومرتين وعن كده وحن صومر جيبوتي صنعاء خرطوم خرطوم ملاية قرية دادا وحن كوي منه بس ما حد مسافة ده انت على قادو صوغ شيء بودي بلي شيء مركا سانة ده وحنو صوغ اللي لإصلاح أنفسنا وحنو صوغ اللي شيخ وحنو صعنا بان كويري لإصلاح أنفسنا ثم بودي ولتذكير إخواننا يدتك ولا الله يا مسلمين تنين صبر رجنو سو زيارنا ثم والإحياء جهد النبي عليه الصلاة والسلام دذلك النبي محمد أمده وقتك دحالك أهانا أمده أي علمده كوة عيسى دحالك عامدنا أدوية وجزتين إن العامد أشيقنا أن كن نرانو دذلك الدين تيني كان عامي والي نقر باي علمده الله شخية وقرب علمده سيئة مركز سؤالي كلام عجيب وحكل أمادي من أمي من وحكل إنت أبنو سعنا وعلى أياي نقدم بيه وحي نسية مركا سانر إني والبواء بماله ونفسه عجيب عجيب وكاي شراب كيبو نوردك دقي كل كان عبني بو نقيري بس واني من مسكيد كاسك سعودا أنا قوحان لين أنك سؤالة حسودو نووي دي دقيقة طولو خطبة دي دنايد بابلو كسو دياري ونتبليق عجيب من بركي مر علي مركو فولي هذا الكيس وحو كبلابي جماعة يقول تيم ديبو لكوريغا وحي يقول يراد وحن كويد محاد الكوتي مادن وحي يقول يراد وحن نصعنا إصلاح النفط يدا واتان أنكم أنت أن اللوسن هاي بولي هذا العلمان هاي
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية دا انتو قبتيبو ساعد إيا برد بكردك خطبة دي جمعة دا. إصلاح النفس نفت أولا إصلاحيا وفرض عين على كل مسلم. طبعاً كن أوقفوا مسجدكم مصلينا سلام تودا بالكبا حواكاس طبعاً كن أوقفوا مصلين تيا صلاة مركا لقبا حواكاس جماعة دي واكون سلام أمد يونا وحن كودا وروح وحداد بح لقايد عبد الله درت أبح وحدو بح إيسا إصلاح النفط هذا وحد صابر إيسا فرق مسكيت أيان دو يتجمع هذا أفرت عشون نوصل نقطة جبوتي أنا مركز كجوعة أيان كيدا وراء ذا أفرت كادم حد كسوف أيدان كيدي مد بايو دي شيخ أنا صلاة دي بحدام بلا بيبوري مالين تجمع هذا حافظ ده يقص صوق قادم بان صلاة دي به يان بلا بي أدنى بحد كيف أيدي بان كوني روكينا وحوري أنا صلاة ده وانت بكن جري صبح يقو أتك صلاة الصبح بيقو أتكيد بوري صلاة دي صبحنا حد وان يجوك ستو ويما دافع دون تبو الله اذا كي هديت ولا هذا ما حد كفايدان يدعودو خرنيو ان القران كايغو ادكا بودي هورتا حفظي القران كوان بلا وجز عميه تبارك با سو دمهي بودي وحنا ايغا بلنا بودي ما انت مركا سدا او نوقدو القران كاينان حفظون علمي غبرتو هلكا مركا مريسا ميد با سي اوي مركا سو بل عام وسادوها اوي ما حد سو فايدو ولا اموسيكري واي مركا وان يا من انكي با لو اوينه با ما هله نكا ما حنوسن يحي أميركي بان يقولي ماي ما حنوسنا أو كهدية، مركزان محل لو يدو، محد كسو فايدو وحوري أنا جو حان هذا اللي يردا، مخدرات كاستعمالها، مخدرات قوات قرن سامانو ملين روحن من دوريها، هو يدي يدي إذا شيء بان دربحها بينك لدع جريبوري، وحيبان هذا حسوسنا يا بوري، قف والبهلك وكبو كي ما كسو بوكسن مسك ما سو بوكسن، هذا هو تغيير البيئة، مدلا بحل قلية هي وح كلامها. بياد غير وين بياد انا تكون حجرته يربدل بشارو 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 هل تنصف الله قال شري برشد القرآنك حتى وحد كبر نيسا قرآنك يو علوم تشريع هذا هذاك أوجو قريك يو قب هذا شقوق دوسيه أونلاين كا برشد القرآن الكريم كا يشريع الإسلام كا دروس تأوسيد تحرها أوديو وحكم ذا برشد القرآن الكريم كا يو هجادة علوم تشريع هذا إسلام كا تربية أولاده يلو قد عربيقا هذا بقى سخورست واعي سعطا هذا هروقا وفي فافاينا كل حريق من برادة شاشة دكاة مطلع هم وغاني دوكسي جا أولاك برشاد القرآن الكريم كان يعلم تشريعه إيه دارو هجرة.